رجعنا لكم بعد هالأوبريت تبارك الله. أنا أقول مع هالأجواء الجميلة والأجواء الفرائحية أقول شكراً لهالمتسابقين اللي أدوا هالعمل الجميل، وشكراً حتى لكتاب الكلمات اللي شاركونا ووضعوا بصمتهم في هالأوبريت اللي أكيد إنه راح يبقى في ذكريات البرنامج ومستحيل ينسون هالناس. هي انطلاقة لهم كفنانين على هالمسرح في الختام وفي الحفل النهائي للاستديو من موسمه الأول. الطريق قدامكم طويل ولكن مليء بعون الله سبحانه وتعالى بالنجاحات اللي تضيفونها لأنفسكم ولأهاليكم ولوطنكم ومجتمعكم. أكيد زياد، الإعلام عبارة عن أرقام، والأرقام فعندنا يس هي أصدق اللغات. يا سلام. فعندنا إحصائيات راح نظهر حنا والجمهور نظهرها على الشاشة عشان نطلع عليها، وهالأرقام هذه تعتبر دائما دفعة قوية لنا من أجل الاستمرار وتقديم المزيد والمزيد، وأرقام كبيرة جدا. عسى الله يجعلنا دائما حنا ومن يعمل في هالقناة عند حسن ظن المشاهدين دائما. هذه هي الأرقام بداية معك زودا يا ناصر ومشاهدينا الكرام والحضور، إنها أرقام تفرح إلا أنها تسبب تحدي عظيم للمستقبل، لابد أن نتجاوز هالأرقام. أولا يا ناصر، تفاعلات المحتوى أكثر من 1,000,000 تفاعل، وعدد الإعجابات على المنشورات أكثر من 500,000، بالإضافة إلى زيارات الملف الشخصي 1,500,000 زيارة، عدد مرات ظهور الحساب أكثر من 1,000,000 ظهور، هذا فيما يخص حساب بداية في الإنستغرام. الإحصائية للحساب الثاني اللي معانا، عز الله من تابع وحضر وكان له رقم من هالأرقام إنه يستحق هالتحية. أعطونا الإحصائية اللي بعدها. بالنسبة لليوتيوب، المقطع الأعلى مشاهدة فيلم الهروب اللي له قصة وتكمله إن شاء الله معانا اليوم، راح نشوفها بكل حب. أكيد مشاهدة فيلم الهروب أكثر من 500,000 مشاهدة، طبعا أتكلم في أقل من أسبوعين تقريبا يا ناصر. يا سلام. كذلك مشاهدات المقاطع كاملة 42,000,000 مشاهدة، البث المباشر كاملا مشاهداته 15,800,750 مشاهدة. مرات الظهور ناصر حسابي ما وصل فيه المبلغ هالرقم، فأعتقد أنك أجرأ مني على قراءته. الرقم صعب عليك يا زياد. 786,613,974 مرات ظهور. التعليقات تجاوزت 200,594 تعليق. أما الإعجابات تجاوزت 1,500,000، كذلك 730 إعجاب. المشتركون الجدد تجاوزوا 100,000 مشترك. الله يبارك، لقمة العيش يا شباب، ادعمونا أكثر. المقاطع المنشورة أكثر من 8,250 مقطع، إجمالي المشاهدات 68,164,700 مشاهدة على اليوتيوب. لغة الأرقام يا زياد دائما لغة صادقة وأرقام كبيرة جدا، فمثل ما ذكرت نتمنى أن نكون عند حسن الظن دائما، وإن شاء الله أن هذا يعطينا الدافع الكبير جدا لتقديم المزيد والمزيد لهالجمهور العظيم اللي يستاهل أكثر وأكثر. أنا كل شيء صدقته يا زياد في موضوع الأرقام إلا فكرة أنك الرقم صعب عليك لأنه مو موجود في حسابك، هذه ما صدقتها أبدا. هل تعتقد لو الرقم هذا في حسابي أبا أرضى أنك تقاسمني لقمة عيشي وتقدم طبيعي على المسرح؟ طبيعي يا زياد، لأني ما عهدت عليك إلا العطاء. القلب لازم تنظفه دائما يا زياد. نظيف ورب البيت نظيف. أعطونا اللي بعدها. أعطونا الإحصائية اللي بعدها. إحصائية برنامج السناب خلال، وأنا أحبك يا حبيبي، خلال برنامج الاستديو، عدد مشاهدات اللقطة أكثر من 700,000,000 مشاهدة. أما نسبة الزيادة في الشهر الأخير في سناب قناة بداية الفضائية فزاد بنسبة 47%، عدد المشاهدات في اليوم الواحد تصل إلى 800,000، بالإضافة إلى إجمالي عدد المشاهدات 30,000,000 مشاهدة. أما عدد المشتركين 124,000 مشترك في سناب قناة بداية الفضائية. أرقام كبيرة بلا شك. تبارك الله. نشكر طبيعي أحمد أبو سمرة على هالمجهود العظيم طبعاً اللي يقدمه، اللي لولا الله سبحانه وتعالى ثم مجهود أحمد بفكرة من سعود العتيبي أبو عبد الله ما وصلنا لهالأرقام. هذه نقطة. النقطة الثانية، من اللي قال أحبك يا ناصر؟ واحد من الحضور. عطني اسمه.
ما أعرف والله، واحد من المسابقين. واضح إن هذه رشوة على أساس المركز الأول، فهمت؟ أحمد حنيف اللي قالها. أوكي. أحمد حنيف. أحمد حنيف. أحمد حنيف. أحمد تسمعني؟ حبك الناصر هذا حطلعه من عيونك بعد شوي إن شاء الله. لا إله إلا الله. أعطونا الإحصائية اللي بعدها. أنا دائما أسمع بالعوادل بس أول مرة أشوفهم. موجودين شخصيا معك. الإحصائية اللي بعدها يا شباب. الإحصائية على تويتر يا زياد. طبعا تويتر الإشارات تجاوزت 1,000,000. عفوا إكس يا ناصر. هذا التحديث الجديد. اكس بالعيون وبالشكل عصفور. طبعا على اكس وصلت الاشارات اكثر من 1,000,000 اشاره. اما زيارات الملف الشخصي تجاوزت 9,000,000 زياره. اما مرات ظهور التغريدات تجاوزت. تعرف تقرأ الرقم هذا ولا لا؟ هذا لعبتي. لعبة لاني ممتاز. ان شاء الله اني استغفر يوميا مثل هذا الرقم. 394,000,000 مرات ظهور على التغريدات. واو. رقم جبار، تتكلم عن 394,000,000. أقسم بالله أنكم تستاهلون هالنجاح يا نجوم الاستديو في موسمه الأول. الرقم هذا عظيم. التغريدات أكثر من 3,100 تغريدة. المتابعين الجدد أكثر من 95,000 متابع. طيب إحنا لما نتكلم عن هالرقم الكبير جدا، فهذا يعطي المتسابقين مسؤولية وأمانة عظيمة، وكل من يظهر على شاشات تلفزيون وفي الإعلام فعلا إنه يعتبر نفسه ضيف لكل من يتابع، فيسعى أنه ما يقدم إلا الشيء المناسب، الشيء اللي يعكس شخصيته ويعكس الشاب السعودي اللي يسعى بقدر المستطاع أنه يظهر ما لديه من احترافية عالية جدا. طبيعي يا ناصر وكلامك في محله. الإحصائية اللي بعدها يا شباب. وتقريبا هي الإحصائية الأخيرة. أعطونا الإحصائية الأخيرة في التيك توك. مشاهدات الملف الشخصي أكثر من 1,000,000 مشاهدة على حساب التيك توك أو حساب بداية في التيك توك. عدد تعليقات 113,000 تعليق، بالإضافة إلى تفاعلات المحتوى وصلنا إلى 30,000,000 تفاعل على التيك توك. تاج الاستوديو وصل إلى 5.7 مليار في تاج الاستوديو. أما تاج برنامج الاستوديو، يعني عندنا هاشتاجين على التيك توك، الأول وصل إلى 5,000,000,000 والثاني وصل إلى 4.9 مليار، يعني احنا نتكلم عن 4.9 مليار. عدد المتابعين 95,000 متابع. الاعجابات 1,900,000 اعجاب، فهذه ارقام مثل ما ذكرنا كبيره جدا، وهالجمهور العظيم يستاهل ان نظهرها، وهالشيء هذا يعطينا الدافع القوي مثل ما ذكرنا في ان نقدم ما يرقى دائما لذائقه المشاهدين. والتحدي القادم اكبر واكبر ان شاء الله يا ابو نايف. كانت هذه معنى الاحصائيه الاخيره، لكن قبل لا نوصل الى كلمه الجميع ينتظرها وثمار الأيام اللي طافت الفانتزي.